اهلا وسهلا يا بيشو. أهلا هلا. اليوم حلقه الدوتو. شنو دوتو؟ دوتو دوتو يعني يعني حلقه انا وانت. اه اوكي، انا وانت دوتو. عشان دو هم يسمونه دوتو لما المغنيين اثنين يغنون مع بعض يسوون اغنيه كذي. اه صدق مع بعض. ايه تصدق ما اعرف المصطلح. دويت دويت بالعربي دوتو يا ولد. تعالي ادري صراحه ف لا حتى لي يعني اسم انجليزي الموضوع يعني جديد علي. شوف شوف دويتو مفروض يعني انا ويا الحلو هذا دويتو ما ادري طلع بالفريم بيشو ولا لا، بس اهم شيء اني انا طلعت بالفريم. شلونك بيشو؟ انت تمام؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. حسين للاسف تعبان. اي تعبان تو بلغنا. حمد مسافر. حق اللي ما يدري يعني. حق اللي ما يدري يعني حمد مسافر. وعليوي وعدول خو يعني على المزاد يسوون مزاد ويطلعون متى ما قدروا، مساكين بروحهم متى ما قدروا ظهروا. ولكن انا وبيشو صامدين ننزل حلقات حق الشباب الطيبين اللي يسمعون لنا ويتابعونا عبر اليوتيوب عبر الايتونز والوسائل الصوتيه والمرئيه والبطيخيه وكل شيء يعني فضائيا ان شاء الله. سون 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 ممكن في المره ما نسيت. اوه ما هذا؟ انا نسوي روحنا ما شفناه. ايه شنو هذا يا بيشو؟ هذا احد اخر صوغات علي المطوع. اوه علي المطوع فات من اليابان لفتره زارنا قاعد ويانا شويه زاره هلا و حد بسرعه يعني ما طول. ايه ما طول كلش، بس اللي بقول له انه الله يوفقه ان شاء الله. ايه والله الله يعينه يعني دراسة في اليابان. ايه قاعد يمر بظروف صعبة فنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ايه والله الله يوفقه ان شاء الله. ومشكور على الصوغة. يس يس مشكور. عاد قال ما يبي الصوغة هني انا خذيت عشان اضمن حقي خذيت لي شغلة منهم. اه زين شنو شوف شوف هو شوف هو جايب شيء. زين زين انت شفت الصوغة؟ خلونا اسوي خلونا اسوي لان انت شفتها. زين فهذه صوغة علي المطوع. شوف كل اللي بعرضه الحين حقي اوكي. كل اللي بعرضه حقي. عرفت ليش بضمن حقي؟ واللي يبي اللي عنده يعني من ربعنا اعتراض خليه يتفاهم وياه. عاد هالمرة ضبطين الوجه يعني زين. هذه الثلاثة أميبوس. كم ما 30 سنة مرور على سلسلة لجد الزلدة. ولك هذا أقوى أميبو بيش. عاد تقول لي هذا هذا هني أقوى أميبو فيها. شوف 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 شوف. ها ها. يوغا غوتوكي. يا كذا 6 نسخة اليابانية. نعم. اشكر حقك. هذه حقي ما قصر ريوي طبعا. هذا راح اخذها الحين واحطها وين بالرف عشان احط عرف مع باجي النسخ اليابانيه ما راح العبها لان راح تنزل خلاص علينا راح تنزل انجليزيه. واول ما اعلنوا ان راح تنزل انجليزيه شو اسمه اللي يترجمون عاده يترجمون عبيكوسا قالوا خلاص ما راح يترجم اللعبه لان راح تنزل انجليزيه. صدقنا راح انطر سنه بس عندنا يوكوزا زيرو وعندنا يوكوزا كوامي نطلع. ايه. على الاقل طبعا هذا الياهل اللي شوف البيبي هذا ما ادري سافته ما ادري سافته امه. زين ف بس شفته بالتريلر يحذفه والله. او مو انه يحذفه شفت البيبي يطير فخلينا نشوف من اللي حاطه من شايته. طبعا حق اللي ما يعرف هذا منو ما ادري انا اعتقد الجيل الطيبين يمكن انا جيل الشباب هو بس طلع بهالجزء السادس ما طلع قبل؟ لا طلع بس بهالجزء هذا يمكن ويها مألوف اتوقع. ايه ايه. حق الناس اللي بجيلنا انا عرفت على طول. زين هذا اللي ما يدري هذا اسمه السيد تاكيشي في في شو اسمه في برنامج الحصن. زين الحصن اللي ما لحق عليه كان برنامج مسابقات كان يا برنامج ياباني يعني مسابقات يكون في فريق مهاجمين وفريق مدافعين. الفريق المهاجمين هم الابطال اللي يكون في الناس اللي يشاركون يعني بالمسابقه نفسها يلبسون خوذه ولبس يعني رياضي وكذي ويدخلون عباره عن تشالنجز لازم يتعدونهم يعني.
وفريق المدافعين اللي هم الاعداء الاشرار اللي يحمون التشالنجز هذول يحاولون وكثر ما يقدرون انه يوقفون المهاجمين انه يعدون. يعني انت تبلش الحلقه يمكن اتوقع شيء 100 وما ادري كم شخص يعني من المهاجمين زين، وعلى اخر الحلقه يبقون يمكن 12 او شيء كذي عادي. والله 12 ترى وايد، 12 وايد، هذا 12 مبدعين عادي، حتى عادي حتى واحد او اثنين يعني مات اثنين يعني العاده يوصلون 4 5 يعني هذا الرقم 6 خلينا نقول زين. بس شو يسمونه بس عادي يعني يوصل بس شخص او شخصين زين من بين ال 100 وما كم اللي بالبدايه. فكان برنامج وايد حلو، والرئيس مال المدافعين اللي هم الاعداء يعني ايه. كان هذا تاكاشي، هو اسمه بيت تاكاشي زين، ممثل مشهور وايد باليابان. ادواره دائما ياخذ ادوار المجرم او الياكوزا يعني ايه. او يعني خلينا نقول رئيس العصابه او يعني واحد كذي يعني ايه. شلون فكان دوره وايد كذي. وهني بهاللعبه يعني انه يحطونه بهاللعبه مو بس يعني رمز من رموز السينما العقيديه اللي عندهم سينما الياكوزا والجانجسترز، يعني حطوه بشيء لا بقله يعني لا بق عليه عرفت شلون راكب عليه. ف يعني حطينا بهاللعبه كشخصيه رئيسيه اوكي، يعني ما اتوقع انه مجرم، ما ادري ما اعرف تفاصيل القصه بهالجزء. بس والله متحمس، ما ادري هل راح اقدر امسك نفسي اني ما على الاقل العب شويه منها ولا لا، لان ياكوزا اللي لعب جزء تقريبا يقدر يلعب باقي الاجزاء حتى لو ما يفهم ولا كلمه لحد ما. بس ايه مشكور عين طوع وايد 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 مستانس ان احطهم الحين اقدر احطهم في الباجي كوليكشن. يعني انا ما عندي الالعاب، ما عندي سيديات العاب بلاي ستيشن 4 الا القليل، واغلبيتهم سيديات العب ياكوزا اصليه يعني. ف شو اسمه مشكور ما قصرت على الهدايا. طبعا انا لي هو طبعا من الاميوز هو المفروض اربعه ترى، ها الكوليكتر مال يعني شنو كان الرابع؟ الرابع اللي هو الايت بت لينك. ايت بت لينك إيه؟ هذا اللي خذيته انا قبل ما يجيني. لا انا شوف انا لي هذيله كلهم لي زين. بس انا بتكرم بسامحك بيشو تستاهل اللي بتلياهم. يلا زين. فانا لي هذيله مالت ويند ويكر، انا وايد احب ويند ويكر. ترتيبي اوفيشال حق زلدة يعني ترتيب يعقوب ويند ويكر المركز الاول بلا منازع، وبعدين لينك بتوين وورلدز، بعدين اوكارين اوف تايم. فعشان كذي انا استاهل الاثنين هذول حقي. اوكي استاهل. واللي المعاجبه كيفه يعني هي حاكيني انا ما شو يعني حمد بالسويد ما يقدر يحاكيني. هو هناك عنده الاميبز مسطرين علي وعدول اعداء نينتندو اصلا يعني ما يشوفون الفيديو هذا، وحسين مسكين تعبان ولا كان كانت نصيبك زلدة. بس يعني معلش مرة جاية ان شاء الله. نبلش تسجيل الحلقة. اليوم موضوعنا راح يكون حلقة البعد الاخر، راح تكون عن شنو امنياتنا واحلامنا حق سنة 2017. احنا كل سنة مع بداية كل سنة ننزل حلقة، عادة اول حلقة بعد اخر يكون موضوع الموضوع هذا. بما ان السنة فريش وفيها وايد العاب بشكل راح تنزل، وفي راح يكون في اجهزة راح تنزل يعني السويتش والسكوربيو وما يندرى بعد يطلعون لك الفيرجن 2 من الفي ار هيدسيتس ولا لا، ما ادري نشوفهم هالسنة ولا لا. بس يعني راح يكون في وايد العاب حلوة يعني مخططين على انها تنزل هالسنة. ف شنو امالنا واحلامنا وكذي والامور هذه، وخذ حتى سوينا بوست بالموقع وفيديو باليوتيوب على اساس انه شو مشاركات يعني المستمعين. حلو. ف عندك شيء بعد تضيفه بيشو؟ لا انا مستعد للتسجيل. طبعا هذا فورس. شو اخذت من التلفون؟ ذا فورس. استخدمت الفورس شيء يعني التلفون. بيشو فكرت بالموضوع؟ انا ترى للحين ما فكرت بالموضوع. يعني نوعا ما فكرت بالموضوع. في شغلات اوريدي احنا مفكرين فيها احس، يعني عارف شلون؟ بس احنا هني راح نذكرها قدام بعض، عرفت شلون؟ يعني دائما انت تقول الله يا ليت لو الشركه تسوي الشغله الفلانيه، يا ليت لو الشركه هذه تعدل الشغله الفلانيه، الامور هذه، فاتوقع هالمره راح نعلنها مثل ما نقول. فاتوقع حتى لو انت كنت مو مزهب 100% مع السوالف راح تجي لك شغلات، انا ودي هالشغله هذه يعدلونها، انا ودي هالشغله هذه يسوونها. صح. فراح لا تخاف يعني، اتوقع الموضوع راح يكون حلو بسيط خفيف. راح يكون حلو ان شاء الله. يلا جاهز؟ ميكروفون.
نيشن اكشن.